الأخ أبو عبد الله يقول لشيخنا لديه آلام في أذنه، ونصح الطبيب بعدم المسح على الأذن وكذلك عدم الاستنشاق بالماء، لأنه كله يؤثر على الأذن ويزيد من يعني المضاعفات من ضمنها الصديد. فيقول أنا إذا تركت الاستنشاق والمسح تخف حالتي وتتحسن. لا لا حرج عليه، ولا يلزم في هذا لا مسح ولا تيمم. أما الأذن فالصحيح أنها سنة، والمضمضة والاستنشاق بعضهم قال بأنها سنة وقال بأنها فرض، ولكن مع الحاجة تسقط حتى عند من قال بأنها فرض، لا حرج عليها. يعني يتمضمض ولا يستنشق؟ يتمضمض ولا يستنشق، ويمسح رأسه ولا يمسح، ويمسح الأذن من ظاهرها فقط، لأنها تمسح من ظاهرها وباطنها، فهو يمسحها من ظاهرها ويكتفي بما يقدر عليه، وهو أن يمسحها من ظاهرها بعد أن ينفض يديه الماء من يديه حتى لا يعلق بها شيء.